السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تمارين بمعطيات متعددة من القوى الكهروستاتيكية للصف 12 متقدم الفصل الدراسي الأول لعام 2018-2019. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات. ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق. مفتاح النجاح بعون الله في إيدك. التكرار يساعد على الفهم والحفظ ويقلل النسيان. هذه مدونتي لمادة الفيزياء. كما هو موضح بالشكل، مقدار الشحنة النقطية Q1 لا خاصة بهذا الشكل وتقع عند X1 مع طاق قيمته، فحطيت جنبه إشارة استفهام، ومقدار الشحنة Q2 لا خاصة بهذا الشكل وتقع عند X2 14.33، والإحداثي X للنقطة التي عندها تساوي محصلة القوى المؤثرة في الشحنة النقطية، هذه Q3، صفر هو هي X3. ما قيمة X1؟ إذن بده X1، وهذا الشكل Q3 سالبة. إذن القوة ما بين Q1 و Q3 تجاذب، Q1 موجبة Q3 سالبة، تجاذب، لذلك متجه F1-3 غربا ومتجه F2-3 شرقا، Q2 موجبة Q3 سالبة، يحدث بيناتهم تجاذب. بما أنه محصلة القوى المؤثرة على Q3 كما ذكر في المسألة صفر، إذن مقدار F1-3 بده يساوي لمقدار F2-3. لكن حتى نحن نرسم ونحدد مكان النقطة هون، يعني شو خلاني أحدد مكان النقطة هنا؟ هي القاعدة هذه، بما أن الشحنتين موجبتين فإن النقطة التي ينعدم عندها محصلة القوى تقع على الخط الواصل بين الشحنتين وأقرب لأقلهما مقدارا، لذلك افترضت هذه النقطة هي مكان Q3 أقرب إلى Q1، Q1 هي الأقل مقدارا من Q2. القوة F1-3 تساوي F2-3، عوضتهم بهذا الشكل، استغنيت عن قانون عن ثابت كولوم والشحنة Q3 من طرفي المساواة. هذه تمثل بعد Q1 عن Q3، هي Q1 وهي Q3. المسافة بين الصفر و Q1 هي X1، بين الصفر و Q3 هي X3. إذن R1-3 هي عبارة عن X1-X3 وتساوي Q2، هي Q2. Q2 تبعد عن الأحداثي صفر بمقدار X2، و Q3 تبعد عن صفر يعني نقطة الأحداثيات بمقدار X3. إذن المسافة هذه بين Q3 و Q2 عبارة عن X2 سالب X3. حتى نتخلص من التربيع نجزر طرفي المساواة ونرتبها. ما المطلوب؟ المطلوب X1، لذلك بنحاول ندور على هذه، بنرتبها بهذا الشكل وبنعوض وبنحسب، تطلع عندك بهذا الشكل. هي مين؟ X1. X1 لاحظ سالب، إذن حتكون على يسار نقطة الأحداثيات، بداية الأحداثيات. هاي القوتين لازم تكون في البداية، يعني هاي في الأول وبعدين هذه. في رعاية الله، ولا تنسونا من الدعاء.